ما خلقك الله لتلهو مع اللاهين، ولا خلقك سبحانه لتغفل مع الغافلين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا سمعت داعي الله إلى فريضة من فرائض الله فشمر الجد أن تكون أسبق الخلق إلى الله. إذا سمعت النداء إلى الصلاة وأردت أن تحفظ حق الله فبكر وبادر، وإن استطعت ألا يفوتك الصف الأول فافعل. حق الله، أي شيء أحدثك عن هذا الحق العظيم الذي هو أساس الحقوق وعليها مدار الصلاح والفلاح في دينك ودنياك وآخرتك؟